طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير والصحة وعافية. اليوم نبدي ناخذ موضوع جديد اللي هو السيرفو موتور. بالمواضيع السابقة أو بالموضوع السابق أخذنا الأي سي كومتيتر موتورز واللي هي تشمل لي السنجل فيس سيريز موتور، وتشمل لي اليونيفرسال موتور والريبلشن موتور. قلنا مبدأ عملها تعتمد على عملية الكومبيتيشن اللي يتم من خلال الفرش، عملية الكومبيتيشن خلال الفرش والكومبيتيتر اللي هي عملية تبديل، إنه تبديل التيار من موجب إلى سالب. إذا قد اشتغلت المحرك العمل على دي سي، فراح أيضا راح يصير عندي تبديل التيار من يعني من دي سي يعني من موجب إلى سالب، فراح يصير عندي داخل الموتور أي سي. وأيضا إنه من خلال هذه عملية التبديل اللي هو الفرش والكوميتيتر، انه اقدر اغذي الروتر جزء الدوار. شرحنا انه يشتغل في المحرك السنجل فيز سيريز موتور، والانفرسر موتور يشتغل اي سي ودي سي، الريفولشن موتور يشتغل اي سي. هذاك النوع اللي هي سميناها ثلاث انواع سميناهم الاي سي كوميتيتر موتورز. اليوم راح ناخذ اللي هي نسميهن المحركات او نقدر نسميه الستيبنج موتورز او محركات الخطوه، اللي هي سيربو موتور والستبر موتور. هسه بعدين اوضح ان شاء الله الفرق بيناتهم. راح ناخذ على الفصل السيربو موتور، وبعدها ناخذ الستبر موتور، شوف كل واحد شنو اختلاف عن الاخر، رغم انه يؤدي لنفس الوظيفه في بعض الاحيان. هو يتحرك المحرك خطوه يعني ستيب، مو زاويه معينه، يمكن نص دوره، ربع دوره، زاويه 30، زاويه 50، زاويه 90، وهكذا زاويه 20، حسب الكنترول مالتي البوزيشن مالتي. يعني ما يدور دوره كامله، يعني راح يدور خطوات. هذا المحرك السيرفو موتور، يقول هو سيرفو موتور او نسميه كنترول موتور. يقول هي الموتورز، what are motors أو are motors what are designed and built for use in feedback control system. هذا المحرك يستخدم أو يبني التطبيقات اللي تبني باستخدام feedback control system. إحنا بالكنترول أخذنا موضوع الفيدباك كنترول سيستم، هنا شنو فرق بين الأوبن لوب وبين الفيدباك كنترول سيستم. الأوبن لوب قلنا إنه مثلا عنده محرك إندكشن موتور أو ديسي موتور، أجي أغذيه من المصدر سبلاي راح تعطيني السرعه. اغذيته عند الريتد مثلا عنده محرك 220، راح يدور عند السرعه الاندكشن مثلا عند يدور عند 1500 او 1490 يعني، او 1485 يعني حسب السلب. يدور اقل من السرعه التزامنيه بقليل. هذا بالنسبه اذا غبيت عند الريتد مثلا المحرك. اذا غبيت مثلا عند ال 110 فولت بدل 220، راح يدور عندي مثلا نص السرعه، وهكذا. كل ما اتحكم بالفولت كل ما تتغير السرعه عندي. هذا نسميه اوبن لوب. بعدها اخذ اذا شرحنا انه الكنترول شنو، نفس المحرك اخلي له شيفت انكودر او حساس مثلا، انا بدي اتحكم بالسرعه خليه او بالبوزيشن، خلي له شيفت انكودر. هذا الشيفت انكودر راح اقدر من خلاله اقيس السرعه مالت المحرك، وادخل الى كنترول سيستم، واعطي على اساس هيك كنترول سيستم راح يطلع لي الدرايف اللي يحرك الموتور بالفولتيه المناسبه اللي يشتغل عند سرعه معينه. راح اتحكم بالسرعه، هاي نسميها سبيد كنترول، لان انا جاي اتحكم بالسرعه. يعني اقول له دور عند الالف، انطي ريفرنس عند الالف، راح ينطي اشاره، راح يقارن الفيدباك ويا الريفرنس، وعلى اساسها انه راح يعطي الفولتية المناسبة للموتور حد يدور بسرعة 1000 او سرعة 500 او سرعة 300 وهكذا. هذا يسيطر عليه السرعة. السيرفو موتور نفس مبدأ العمل، يستخدم تطبيقات كنترول سيستم، بس هنا أنا يدور بزاوية نسميه سيرفو. الزاوية انا حددته، يعني يدور لي مثلا حركة معينة. اكو بي عادة التطبيق مالتي يكون ويا شيفت انكودر او نسميها مقاومة، من خلالها اعرف اقدر اقيس اللي هي الزاويه مالت المحرك. وايضا موجود وياه شيء اللي هو جير بوكس، حتى تكون السرعه مالته بطيئه اقدر اتحكم به من خلال هالشيء. فهذا نسميه يستخدم تطبيقات الكنترول سيستم. هاي الكنترول سيستم يستخدم كثير من التطبيقات الطبيه وتطبيقات الروبوتس بصوره عامه،
تطبيقات اللي هي اقدر اتحكم بالاتجاه او الزاويه او الحركه، وكون الحركه ما قليلا مثلا وعزم عالي، هذا نسميها السيرفو موتورز. يقول انه they have high speed of response، يعني سرعه الاستجابه سريع من الاستجابه، يعني مثلا اريد زاويه 30 تكون الاستجابه مالته خلال زمن قليل كلش راح يوصل للزاويه اللي يريدها التطبيق. ايضا يمكن يعمل ب دي سي او اي سي. هنا هذه الموتورات نسميها فراكشنال هورس باور موتورز، مو موتورات كبيره وانما موتورات تستخدم تطبيقات قليله، العفو صغيره وتحتوي وتكون الافشنسي مالتها قليله. هنا ماكو نوع خاص بالنسبه للسيرفو موتور، يعني مو نوع، يعني ممكن استخدم ديسي موتور العادي اللي استخدم الشانت السيريز اللي هو ديسي موتور، ابني له كنترول فيدباك كنترول سيستم راح اعتبره سمي دي سي سيرفو موتور، لان جاي ابني له سيطره وراح اخليه انه يتحكم بالبوزيشن مالتي بسرعه، اسمي دي سي سيرفو موتور. اذا جبت مثلا محرك اي سي موتور اندكشن موتور بنيت له سيطره وقدرت انه اتحكم بالبوزيشن مالته راح اسميه اي سي سيرفو موتور. يعني ماكو موتور خاص، ممكن الدي سي بانواع او الاندكشن سواء سنجل او ثري بيز او ايضا البرشلس، اي محرك او حتى ايضا اللي شرحناهم اللي هي محركات اليونيفرسال موتور، السنجل فيا سيريز موتور، الريبالشن، اقدر اتحكم ابني له سيطره حتى اتحكم بالبوزيشن مالته، نسميه محركات الخطوية أو محركات السيرفو موتور. هذا المحرك إنه تطبيقات كنترول سيستم، وإنه يكون هاي سبيد وأيضا التورك مالته راح يكون عالي. هنا راح ناخذ نشرح بهذا الفصل ونحلل الاشتقاق أو القوانين الخاصة بالأي سي سيرفو موتور. احنا قلنا أكو أنواع، وعادة اللي يستخدم التطبيقات الصغيرة والمتواجد بالتطبيقات أو بالأسواق عادة يكون بالغالب، يعني مو عادة، حسب الموجود اللي هو دي سي سيرفو موتور نسميه. فالتو فيز سيرفو موتور هو أي سي سيرفو موتور، أو الأي سي سيرفو موتور هو اندكشن موتور with two primary windings، عندي ملفات للبرايمر، عندي برايمر وسكندري أو نسميه او ستيتر روتر. يقول عندي تو برايمري وايندكس يوجوالي ديسبليسد ان ماجنتيك بوزيشن فروم 1 انذر باي 90 الكتريكال ديجريز. عندي يقول هو اللي هو التو في سيرفو موتور هو اندكشن موتور مع ملفين للبرايمري يفصل مفصولات بيناتهم ميوتشوالي، بس بيناتهم زاويه 90 درجه، يعني انه عندي ملفين بالبرايمر يكون الزاويه بيناتهم 90 درجه. هذا بالنسبه للبرايمر او الستيتر. وايضا هذا النوع من انواع المحركات اللي هو التو فيز سيرفو موتور، الاي سي طبعا اي سي سيرفو موتور بس يكون تو فيز. يقول يكون لو انرجي، لو انرجي حتى تكون ريسبونس مالته سريعه، كل ما كان عزم القصور الذاتي قليل انه السرعه مالته تكون سرعه الاستجابه تكون سريع الاستجابه. وايضا انه يكون هاي ريزيستنس روتر. ليش هاي ريزيستنس روتر؟ انه حتى يعطيني سبيد تورك كيرف لينير بالشكل من النو لود للستاند ستيل. عندي هذا كاركترستيك اللي هو هذا بشكل ار 1 باتشانت المقاومه قيمتها قليله، اللي هو هذا الكاركترستيك مال اندكشن موتور. اندكشن موتور اخذناه بمرحله ثالثه اللي هو هذا السبيد تورك كاركترستيك. انه هذه المنطقه منطقه تسميها الستاتيك، منطقه العمل لما نكون هذا لينير، يعني من هنا هنا هذه نسميها منطقه العمل لانه تكون خطيه. هذا بالنسبه للاندكشن موتور بثري فيز هاي كاركترستيك مالته او السنجل فيز. هنا أنا بهذا النوع اللي هو صح اندكشن بس تصنيع خاص بي، مو بعض هذا جاي نشرح نوع خاص. بس اذا جبت محرك ايضا قلنا انه ممكن تجيب الاندكشن العادي وبيها سيطره، اوكي هذا نسميه سيرفو موتور. بس هذا محرك سيرفو موتور خاص اي سي، يعني مصنع هو التصنيع مالته مكتوب عليه اي سي سيرفو موتور. تركيب مالته قلنا انه يكون لو انرشي. ليش لو انرشي؟ حتى يكون السبيد اوف ريسبونس. اذا قلت لك ليش انه المحرك تو فيه سيرفو موتور
كله انيرشيا، حتى تكون السرعه مالتي سبيد اوف ريسبونس عاليه. الهاي ريزيستنس مقاومه الروتر عاليه، خليها حتى حصل على سبيد تورك كير. هذه اللي هي التورك سبيد، هذه مال اندكشن. اذا زيدت قيمه المقاومات الروتر راح تشوف انه كانت هذه كانت مقاومه قليله اللي هو الاندكشن، زيدت المقاومه راح يصير عندي شكل بهالشكل، هذا صار كانما خطي اكثر. زيدت المقاومه بعد اكثر صار عندي لينير اللي هي هذه الحاله مالت السيرفو. مقاومه ار 3 طبعا اكبر من ار 2 اكبر من ار 1، هذا الان وهذا التورك، فراح يصير عندي حاله خطيه، يعني يعمل المحرك في اي جزء من لحظه النو لود لحد اللي هي ستاند ستيل. هذه الكاركترستيك مالت الفرق بين اللي هو سيرفو موتور التو فيز والاندكشن موتور، اللي هو الاندكشن موتور هذه والسيرفو موتور هذه. يقول انه it is designed for operation with constant. عندي هنا ابو مان عندي ملفين، فواحد من الملفات راح يكون له فولتيه ثابته constant voltage applied to one of the winding، راح اسميها fixed phase او اسميه fixed phase. هذا الفيز فقط انه راح يكون للتحييز حتى يولد عندي مجال او فيض مغناطيسي، اسميه فقط انطيه فولتيه ثابته راح اسميه fixed phase. بينما اللي هو الـ Time Displaced Adjustable Voltage اللي هو الفولتية المتغيرة، الفيز الآخر أو الملف الآخر يكون فولتية متغيرة راح أسميه Control Winding، هذه يكون فولتية متغيرة حتى أقدر أتحكم بالمحرك، أتحكم بالبوزيشن مالته. هنا عندي يقول ليش أنه الـ Two Phase Induction Motor بالذات أنه استخدمناه كسيرفو موتور، ليش ما استخدمنا اللي هو الـ Induction Motor أو نوع آخر من الاندكشن موتور؟ هنا يقول او الدي سي ليش استخدمت بالذات التو فيز اندكشن موتور؟ يعني ليش ما استخدمت ممكن استخدمت اليونيفرسال او السنجل فيز سيريز موتور اللي هو بالاي سي؟ يقول انه هذا التو فيز اندكشن موتور لا يحتوي على فرش ولا على سليب رينج. يقول انه لا يحتوي على فرش ولا سليب رينج، راح تستخدم راح يستخدم فقط سليب رينج. لذلك انه ومانه ما يحتوي على فرش، الصيانه مالته المينتنس تكون قليله، وراح يكون صلب او كذلك الروبوت يعني قوي او متين بالتركيب مالته، قوي وصلب بالتركيب مالته، لانه ما يحتوي على فرش ولا على عمليه تبديل فيحتاج لصيانه. هذا المحرك يحتاج الى كنترول بسيط، يعني سامبل كنترول امبليفاير، عمليه سيطره مع فيدباك وكنترول بسيط حتى اقدر احصل على سيرفو موتور. هذا النوع من الاندكشن موتور، بينما الثري فيز اندكشن موتور يحتاج الى سيطره اصعب شوي حتى اقدر اسيطر عليه. هذه خصائص التركيب مالته. كمبدا عمل احنا قلنا انه كمبدا عمل اي موتور، سواء الدي سي شرحناه وحتى شرحنا بالاي سي كومبيتيتور شلون راح عمليه الدي هنا راح يكون مبدا عمل نفس مبدا عمل السنجل فيز اندكشن موتور. عندي ستيت راح يتولد فيب، الفيب عن طريق عمليه الحث، عندي جزئين طريق عمليه الحث الكهرومغناطيسي لانه اندكشن بالحاف، راح ينتقل الفيب من الستيتر الى الروتر، راح يتولد لي مجال ومجال معاكس، وراح يصير عندي دوران. هنا عندي التو فيز حتى اقدر احصل على عزم وعزم معاوض. بالسنجل فيز احد الانواع كنا نستخدم عندي ملتين اخلي بيناتهم متسعه حتى اقدر احصل على فيز شيفتنج. هنا هو هذا تركيب الاندكشن موتور، هذا النوع اللي هو راح يكون الكونستراكشن طبعا الستيتر يقول لي يشبه تركيب السبلت فيز اندكشن موتور. بالاندكشن موتور اكو انواع اللي هو باستخدام متسعه او سبلت فيز. بالسبلت فيز انه راح يكون عندي ملفين، والملفين تكون بيناتهم زاويه 100 في ماي. هسه هذه كنترول وايندنج وهذين الملفات الفيز او كنترول فيز، هذين الملفات هذين الملفات ريفرنس فيز بيناتهم 90 درجه، لذلك انه راح يتولد لي عزم عزم معارض. بينما باللي النوع اللي يحتاج لكباستر ستارت كباستر عندي ملفين فرق ما بيناتهم فرق طور زاويه صفر، او خلي متسع بيناتهم حتى يصير الزاويه 90 اثناء التشغيل.
لذلك انه الستيتر نفس تركيب السبلت فيز اندكشن موتور، وايضا قلنا انه يحتوي على كنترول وايندنج وريفرنس وايندنج ان يكون بيناتهم 90 درجه، وهذه التو وايندنج اما تكون ايدنتيكال او لا نون ايدنتيكال اعتمادا على تطبيقها. هسه راح نشوف شنو الفرق بيناتهم. الروتر للتو فيز سيرفو موتور، الروتر هنا عندي ثلاث انواع للروتر، اللي هو السكوير كيج روتر اللي نفسه الموجود بالاندكشن. السكوير كيج هنا يكون سمول ان دايمتر تو كيب ميكانيكال انرجي، يعني هذا السكوير كيج اللي هو بالاندكشن موتور اللي هو نسميه قفص سنجاب او شيء قفص السنجاب، هذا يكون بهالشكل هذا داري اللي هو والملفات عليه يحتوي على ملفات. يقول انه الدايمتر مالت القطر يكون قليل مقارنه او ال ال اكبر بكثير من الدي، ال اكبر بكثير من الدي، هاي واضحه ليش انه ال ال طول اكبر بكثير من الدي، او يقول سمول ان دايمتر ليش، حتى انه يقول حصل على عزم قصور ذاتي اقل ما يمكن، لانه يعني كل ما يكون القطر قليل والطول اكثر بكثير انه راح حصل على عزم قصور ذاتي قليل، وهذا عزم قصور ذاتي قليل شنو راح استفاد من عنده؟ راح يكون سبيد ريسبونس اجابه تكون مالتي عاليه، وايضا الروتر مالت هذا النوع تكون المقاومه عاليه. ليش مقاومه عاليه؟ انه حتى يكون عندي لينير سبيد تورك كاركترستيك. هسه ليش المقاومه عاليه؟ حتى انه حصل على لينير سبيد تورك كاركترستيك. وليش انه الال تكون اكبر كثير من الدي؟ حتى حصل على لو انيرشيا. يقول ايضا بهذا النوع من الروتر الملفات تكون سكيوت مائله. ليش مائله؟ اكو سببين، انه قلت لك اذا قلت لك ليش تكون مائله، انه اول شيء يقول انه make the router run quietly by reducing the magnetic field. هنا يقول انه الماتور راح يدور quietly يعني باتزان او بصمت، راح يقلل من اخليها مائله، راح يقلل عمليه الطنين المغناطيسي نسميها الصوت مالتها، ماكو طنين مغناطيسي، وايضا راح يقلل اللي هو اللوكينج تندنسي نزعه القفل هذه نسميها او الايقاف. هذه بعض لما تكون في بعض الاحيان اسنان الروتر تحت اسنان الستيتر مباشره راح يصير عندي دايركت ماجنتيك، وهذا الدايركت ماجنتيك راح يجاذب فيما بينهم، راح انه هنا أنا ما راح يصير عندي عمليه دوران، راح يصير ايقاف مفاجئ، يعني كانه ما راح يصير تجاذب بيناتهم. لذلك هذين السببين انه تكون ملفات مالته بهالشكل هذا مائله، ملفات اللي هو الروتر، هذا جزء الروتر مو الستيتر، الستيتر شرحناها بالجزء الثابت، جزء الروتر اللي داخل. هذا اول نوع من الروتر اللي هو السكويرال كيج. النوع الثاني اللي هو السولد ايرون روتر، هذا عباره عن حديد فقط ما به اي ملفات، بينما هذا به ملفات سلوت واللي هو والتيف هذه بملفات. هذا يكون سولد ايرون انه يتكون من سولد سايلندر اسطوانه حديد صلده يتكون من الستيل بدون اني كوندكترز، يعني بدون اي موصلات او سلوتس، يعني فقط اسطوانه، بينما انا عندي شقوق اسنان سلوت تيف سلوت راح تكون بها الملفات. هنا أنا هذا النوع يكون فقط من سولد سايلندر يعني اسطوانه صلده بدون اي سلوتس او موصلات ملفات كوندكترز. هنا الموتور مبدا عمل هذا النوع الموتور يحتوي على سولد ايرون روتر يعتمد على برودكشن اوف ايدي كارنت اللي هي التيارات الدوامه. هنا عاده اذا تفكرون بالاندكشن وايضا يونيفرسال موتور شرحنا انه الحديد مالت الروتر يكون عباره عن شرائح وتكون معزولة عن بعضها. ليش؟ حتى كنا نقلل الطني الايدي كارنت والهستر. هنا لا انا اريد الايدي كارنت راح اخليه انه الروتر الحديد مالته يكون مواد موصلة مغناطيسية جيدة مغناطيسية، لانه راح يعتمد على مبدا عملية الايدي كارنت وتكون موصلاتي عالية وعملية اللي هي جود ماجنتيك بروبرتيز، حتى انه راح تكون عندي ايدي كارنت كافية لمرور التيار بالروتر.
ايضا نو سكيمينج بالريكوايرد، لانه اصلا ماكو عندي لا تيث ولا ايضا عندي كوندكترز. نوع التورك المتولد راح يكون اقل من النوع اللي هو سكوركيج. هذا الشيء اكيد ليش؟ لانه هذا يحتوي على ان ملفات، ملفات راح يمر بها التيار، فراح يكون العزم او التورك متولد بهذا النوع اعلى من هذا النوع. وايضا اللي هو اللي هو الانيرشيا راح تكون هنا اقل من هذا النوع. عندي النوع الثالث اللي هو دراج كوب روتر. هذا النوع اللي هو يتكون من كوب من نون ماجنتيك كوندكتر. هنا بالعكس راح يدور هنا بهذه الانواع، راح يدور الجزء اللي هو نسميه الروتر. عاده احنا عندنا اكو بعض المحركات طبعا انه احنا عاده الجزء الخارجي اللي هو نسميه الستيتر، والجزء الداخلي نسميه الروتر، او الجزء الخارجي اللي هو نسميه الستيتر او الفيلد، الداخلي نسميه ارميتشر او الروتر. بعض الاحيان يكون بالعكس الجزء الثابت هو الداخلي والمتحرك هو الخارجي. هذا نسميه يعني يكون معكوسه، انه الروتر اللي هو راح العفو اللي هو الجزء الثابت راح يدور، او بالعكس يعني اقصد العفو انه الروتر راح يكون خارجي مو داخلي. الماتورات التقليديه يكون الجزء الثابت الخارجي والدوار الداخلي. بعض التطبيقات راح يكون عندي بالعكس الجزء الدوار اللي هو الخارجي، واللي هو هذا مثل ايضا مثل المروحه. هذا النوع هذا راح يكون الستيتر، هذا الستيتر، هذا الستيتر، وهذا الكوب على شكل كوب هو الروتر، راح يحتوي على ملفات. يقول هذا انه النوع كوب نون ماجنتيك كوندكتنس ماتيريال. هنا أنا ما راح يحتوي على ملفات هذا النوع، وانما راح يحتوي يكون يصنع من مواد نون ماجنتيك كوندكتنس ماتيريال، مواد اللي هي مثل النحاس غير موصله، العفو ليست مغناطيسية وإنما موصلة جيدة توصيل مثل النحاس. هذا الروتر يقول استخدم تطبيقات اللي هي لو اوتبوت موتور، هذا راح يعطيني اوتبوت عالي او عزم عالي. العزم مالته راح يكون كلش قليل، بس هنا اللي هو عزم قصور الذات قليلة كلش، ولذلك انه راح تكون سبيد ريسبونس مالته عالية جدا. يعني مقارنة اذا قلت لك قارن بين هذه الانواع، ناحية العزم هذا راح يكون على شيء، هذا اقل من عنده وهذا اقل. من ناحية الريسبونس هذا راح يكون أفضل شيء ريسبونس، واللي بعده اللي هو سكوير كيج، واللي بعده سولد ايرون. لذلك انه حتى الاستجابة ايضا انه الكمات عالية. هذا النوع يقول اللي هو الدراكوب راح يكون انه يوصف انه سبيشال فورم من السكوير كيج، يعني انه ايضا يحتوي على ملفات، وايضا حتى الروتر ممكن يحتوي على ملفات او ما يحتوي، يصنع من مواد نون ماجنتيك بس من الكوبر، ممكن يحتوي على ملفات. فهذا النوع نسميه اللي هو سبيشال فورم من السكوير كيج النوع الاول، بس قلنا الروتر راح يكون خارجي. وهنا يختلف عن النوع الاول، هنا الروتر تيف راح انه تلغي، وايضا الروتر كور از هيلد ستيشنري. والسكوير كيج بينما بالسكوير كيج انه البارز والايد الاند رينكس تبدل بسيلندريكال كوب، يعني انه عندي اللي هو نسميه البارز والاند رينكس الحلقات هنا راح تتبدل بكوب اسطواني. هذا بدل فقط يختلف عن النوع الاول اللي هو السبيشال فورم. البرنسبلز اوف اوبريشن مبدا العمل مالته، عندي قلنا التو فيز نوعين، يا اما يكون عندي بالانس او ايدنتيكال او نون ايدنتيكال، او نسميه نون بالانس. البالانس لما يكون عندي انا عندي هذا الجزء الستيتر ثابت بملفين اللي هو ريفرنس فيز وكنترول فيز، وهذا جزء دوار روتر، يا اما سكوير كيج او سولد ايرون او الدراج كوب. هاي ثلاث انواع شرحناهم. عندي الريفرنس فولتج راح نعطي، وايضا الكنترول فولتج اذا كان في اي مساوي البي بي والزاويه بيناتهم 90، يعني مثلا هذا فولتيه 220 هذا فولتيه 220 هذا فولتيه 50، يعني اذا كانت قيم الفولتيه مساويه والزاويه ايضا بيناتهم 90
هذا نسميه المحرك balance operation أو balance two phase. إذا كانت ما مساويات يعني زاوية مو 90 أو الفولتية بي أي ما يساوي في بي هاي نسميه imbalance أو non identical. يعني ناخذ حالة البالانس ونحلل الدائرة الكهربائية مالتها وبعدها ناخذ حالة الامبالانس. هذه الدائرة الكهربائية راح احللها بالشكل هذا. هذه الدائرة تشبه بالضبط دائرة الاندكشن موتور اللي اخذناه بالمرحلة الثالثة، وايضا تشبه دائرة كهربائية او الاكوفلنت سيركت علما للمحولات اللي اخذناها بالمرحلة الثانية. عندي هاي ملفات R1 او X1 اللي هي نسميها البرايمر، وهذه السكندري بالمحولة او جزء الروتر وهذه جزء الستيتر، العفو جزء الستيتر وجزء الروتر، وهذه اللي هو نسميها الميوتشوال اندكتنس او الميوتشوال برانش اللي هو يحتوي على مقاومة ومحاثة. هذا الميوتشوال بين البرايمر والسكندري. هنا شنو الداش؟ معنى الداش لا انه تذكرون كانت عندي هاي ملفات وهاي ملفات بيناتهم حيث راح ينتقل. هنا R2 داش و X2 داش معناتها رفيق، يعني البرايمري عفوا اللي هو السكندري ريفير تو برايمري، يعني انه حولتهم الى البرايمري حتى تصير دائره مكافئه، واذا R1 و R2 داش اللي هو ريفير تو سكندري بالعكس. فهذه R1 X1 هذا الميوتشوال وهذا مال جزء السكندري، وهذا R2 داش 1 ناقص S على S. راح بسطه في الشكل هذا ال R ويا ال R2 داش، R2 داش ويا ال R2 داش في 1 ناقص S على S، R1 X1 هنا R2 داش على S و X2 داش. هذا التيار اللي هو الستيتر وهذا تيار الروتر. هنا الداش اللي بتذكرون يا اما ريفير تو برايمر او ريفير تو سكندري، كنا نضرب المقاومه نقول R2 داش R1 في N1 على N2 أو N2 على N1 حسب ريفير تو برايمري أو سكندري. فعندي هسه هاي صارت الدائرة المكافئة. هسه أنا بدي أحسب التيارات. عندي هاي الفولتية V1 في input، عندي R1 X1 I2 داش R2 داش على S X2 داش وهذا XM R1. عندي Z1 راح تمثل لي R1 زائد JX1 اللي هي الستيتر امبيدنس الستيتر. هذا ال X2 داش اللي هو تمثل لي R2 داش على S زائد JX2 داش اللي هي R2 داش على S زائد JX2 داش، هاي تمثل لي الروتر امبيدنس. ال Z نوت راح تمثل لي هذا البرانج اللي هو الميوتشوال برانج. X نوت في R في اللي هو J عفوا R نوت في JXM زائد R نوت زائد JXM اللي هي الماجنتيك برانج امبيدنس او الميوتشوال. زين هسه حاليا انا حسبت ثلاثه اللي هو هذه وهذه وهذه، ثلاث ممانعات Z1 وZ2 وZ1. Z فيز الكليه ايش راح اقول؟ اقول Z1 هذه الممانعه ويا هالممانعه اثنيناتهم على التوازي، Z0 في Z2 هذا Z0 وهذه Z2، Z0 في Z2 زائد على Z0 زائد Z2 اللي هذني حسبته في التوازي، صارت عندي ممانعه واحده. اذا الممانعه الكليه اللي هي مال هذين الاثنين راح يصير سيريز ويا الممانعة الأولى، فراح يصير عندي Z1 زائد Z0 Z2 Z0 زائد Z2، هذه اللي هي الزت الكلية الممانعة الكلية. إذا هسه بعد تحسب التيار راح أقول الفولتية على الزت الكلية اللي هي الزت فيز، يعني أنا حسبت الممانعة الكلية. فإذا I1 اللي هو هذا إيش راح أقول؟ V1 على زت فيز. زين I2 داش راح يصير عندي هذه الـ I2 داش، كانما بعد هذا حل اسس هذا التيار ايش راح يساوي؟ هذا التيار زائد هذا التيار مجزئ التيار I2 داش راح يساوي لنا I0 او العفو I1 اللي هو I2 داش راح يساوي لنا I1 في Z0 اللي ما يمر بها على مجموعهم Z0 على Z0 زائد Z2 هذا ال I2 داش. انا بدي احسب التيار مال الروتر حتى احسب من خلالها التورك ديفلوبت او الانبوت باور للروتر. هذا عندي ستيتر هذا الروتر. إذن الـ I2 داش I1 في Z0 Z0 زائد Z2. هنا الروتر نسميه كوبر لوسز، خسائر الروتر لكوبر لوسز راح قانون مع تثنيا في I2 داش في R2 داش اللي هو التيار في المقاومة راح تكون خسائر. الروتر انبوت اللي هو
قدره ما تلم، هو راح يصير حث، الحث اللي هو العزم او الحث راح ينتقل من اللي هو الستيتر الى الروتر. القدره راح توصل للروتر اللي هي نسميها روتر انبوت البي تي او الباور، راح تكون عندي 2 في اي 2 داش سكوير في ار 2 داش على اس، هذه قدره الروتر اللي هو انبوت روتر. بينما الميكانيكال باور ديفلوب، الميكانيكال باور اللي هي متولده البي دي باور ديفلوب، راح تكون قيمتها 2 اي 2 داش سكوير ار 2 داش 1 ناقص اس على اس. الاوتبوت باور ايش راح يساوي لنا؟ بي اوتبوت اللي هو البي اوتبوت ايش راح يساوي لنا؟ الباور ديفلوب اللي هي البي دي ناقص الميكانيكال لوسز زائد الايرون لوسز. هذه ممكن اعطيهم بالسؤال اللي هي هاي بون هاي لوسز. اذا الباور انبوت يساوي 2 بي اللي هو بي 1 اي 1 كوساين فاي 1 اللي هي باور انبوت للماطور اللي هي راح تروح للستيتر. الباور انبوت اللي هي 2، ليش 2؟ لان عندي 2 فيز، فولتيه في الفيز التيار الفيز في كوساين فاي 1 اللي هي الزاويه بين الفولتيه والتيار، وهاي 2 لان عندي 2 فيز. اذا بالاندكشن كنا نقول تلافه، راح يصير عندي البي انبوت والبي اوتبوت هذه حسبناها من هذا القانون باور ديفلوب ناقص اللوسز، فالافشنس البي اوتبوت ناقص البي انبوت. بينما التورك ديفلوب انا محسبت الباور ديفلوب هذا القانون، التورك ديفلوب راح يكون باور ديفلوب على اوميجا، الاوميجا راح يكون عندي 2 في باي في الان على 60 او يساوي 2 في الباي 1 ناقص ان 1 ناقص اس العفو ان اس على 60 ويساوي 1 ناقص اس في الاوميجا اس. هاي السرعة مالت السايكرونس سبيد. التورك العفو اللي هو التورك اوت والتورك راح يكون عندي التورك يوز تورك ناقص لوسز او التورك ديفلوب ناقص لوسز، اللي هو التورك الاوتبوت التورك او التورك اليوز في التورك المستفاد من عنده، التورك الكلي المتولد ناقص تورك لوسز. تورك لوسز هو الفراكشنال او الفراكشن اند وندج تورك. هاي ممكن اعطيها للسؤال او ما اعطيها، اذا ما اعطيها تاخذها صفر. حتى ايضا الميكانيكال اند الايرون لوسز اذا ما اعطيتها اخذها صفر. تورك ديفلوب قانون راح يكون عندي 2 اي 2 داش سكوير لانه بورد ديفلوب على اوميجا ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس على اوميجا. وراح ممكن ابسطه 2 في ار 2 داش 2 ار 2 داش 1 ناقص اس على اس الاوميجا، الاوميجا راح تكون عندنا قيمتها 1 ناقص اس في اوميجا. التيار تربيع راح اكتب قانون مالته هذا، هذا التيار راح اكتب قانون التيار، هذا التيار اللي هو الاي 1 في على زد فيز اللي هو الفي على زد فيز، زد فيز اللي هي تمثل زد 1 زائد زد نوت في زد 2 على زد نوت زائد زد 2، هذا تيار اي 1 في وجزء التيار Z0 على Z0 زائد Z2 مصح. هذا كتبته هنا، هذا اللي كتبته، هذه معادلته اللي هي V1 على Z، هذه V1 على Z، هذا كلية هذا مجزء التيار، هذا اللي هو ال I2 داش وهذا السكوير مالته. فبسطة ممكن أكتبه مباشرة، يعني مباشرة إذا أردت أكتب التورك طلبه من عندي مباشرة أجي أكتب القانون، أو أحلل مثل هذا السيستم لان انا راح احتاج التيار واحتاج التورك بالاخير، راح يكون القانون مالتي اما اكتب القانون مباشره احبه او بالتسلسل، افضل بالتسلسل احنا دائما احبه بالتسلسل. هذا بالنسبه للبالانس. اما بالنسبه لحاله الامبالانس اوبريشن بالتو فيز، حاله الامبالانس تكون لما يكون عندي الفي زاويه ما يساوي 90 والفي اي لا يساوي الفي بي، هاي نسميها حاله الامبالانس. حاله الامبالانس يعني فولتي اي لا يساوي فولتي بي والزاوية بيناتهم ما تساوينا 90. الامبالانس راح احلل دائرة مثل ما اخذته بالباور سيستم، اذا كانت عندي امبالانس راح احللها الى، احنا كنا نحلها البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، احنا راح ناخذ فقط البوزيتيف والنيجاتيف. لانه هنا عندي ايضا سنجل فيز العفو اللي هو تو فيز، وراح احللها زيرو ما احتاجه اللي هو فقط عادة الامبالانس البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف اللي هو ال VA1 ال VA كان عندي VA و VB اللي هو المثل هذا VA هذا VB،
فيصير عندي VA1 وهذا VB1 بيناتهم 90. هنا بالعكس النيجاتيف اللي هو ال VB هنا VA هنا راح تكون بال VB2 يتقدم عن ال VA2. بالحالة الطبيعية بالبالانس ال VA وهي ال VB بزاوية 90، بس هنا حالة ال امبالانس البوزيتيف سيكوينس راح تكون كأنما حالة البالانس VA1 زاوية 90 وهي ال VB1. وال VA1 المفروض القيمة المطلقة ما تساوي القيمة المطلقة لل VB1. بينما بالنيجاتيف سيكوينس بالعكس، هذا كأنما جاي يدور بهالشكل، هذا يدور بهالشكل. حالة الامبالانس التورك راح يكون أقل، لأنه تورك حالة البوزيتيف راح يكون عكس النيجاتيف، فراح يكون التورك تورك البوزيتيف ناقص تورك النيجاتيف، يعني راح يكون بعكس الاتجاه، حالة امبالانس نسميها. البالانس راح يكون أفضل. فعندي حالة الامبالانس راح يكون الـ VB بالعكس زاوية 90 تقدم عن الـ VA. هاي نسميها نيجاتيف سيكونس. فهسه الـ VA راح يساوي لنا VA1 زائد VA2. والـ VB راح يساوي لنا VB1 زائد VB2. هاي الـ VA1 وهاي الـ VA2، الـ VB1 وهاي الـ VB2. العفو VB2. VA1 شو يساوي لنا؟ J يعني زاوية 90 JVB1 هذه VA1 يساوي لنا JVB1 90 عوضت عنا بJ. والVB2 شو يساوي لنا؟ JVA2. زين إذا أردت يعني VA2 شو راح يساوي لنا؟ ماينس JVB2. إذا الVA1 من هذه القوانين أو القانون VA1 شو راح يساوي لنا؟ VA الكلية زائد جي بي بي كلية على 2. و في اي 2 عبارة تحسب أنا أنا حللت الامبالانس، أنا حطيك بالسؤال في اي والفي بي، فأنت تري وقلت لك حالة امبالانس راح يشوف أنه شو تعرف أنه امبالانس، أعطيك في اي والفي بي وأعطيك الزاوية بيناتهم، راح أعطيك أقول لك الفي اي بزاوية 0 والفي بي بزاوية 45، شوف ما مو زاوية مو 90 راح تقول امبالانس. فتجي الامبالانس تحسب الفي اي 1 وال VA2 وال VB1 وال VB2. انا اعطيك فقط ال VA وال VB، ايش راح تقول؟ VA1 يساوي لنا VA زائد JVB على 2 وال VA2 يساوي لنا VA ناقص JVB على 2، بينما اللي هو ال VB1 يساوي لنا ماينس JVA1 حسبت هذا مباشرة، وال VB2 JVA2. هذه اللي هي شلون احسب VA1 وال VB وال VA2 كذلك ال VB1 وال VB2. ناي قلت شلون احدد التحديد البيرفورمانس اداء المشين. هنا عندي كنترولر، هذا محرك السيرفو تو فيه سيرفو موتور، هذا كنترول فيز وهذا الريفرنس. الريفرنس اعطي الريفرنس اعطي فولتيه ثابته، والكنترول راح عن طريق امبليفاير او كنترولر معين راح اعطي فولتيه متغيره. وما انه اعطيته فولتيه متغيره صار عندي حاله الامبالانس. هنا انا راح هذا المحرك جاي جزء الروتر كانما هاي عندي كانما صار عندي حاله امبالانس. ال VB راح يصير عندي VB1 و VB2، كانت عندي فقط VB. وال VA راح يصير VA1 و VA2. هنا انا بالبوزيتيف سيكونس هذا الجزء قسمه كانما البوزيتيف اللي هو VB1 و VA1 والنيجاتيف VB2 وال VA2 جزء. هذا بالبوزيتيف سيكونس تورك جاي يدور بهالشكل، وبالنيجاتيف تور النيجاتيف سيكونس التورك جاي يكون بهالشكل. فالمحصله مالتهم راح تكون عندي تي1 ناقص تي2. هنا طبعا العزم راح يقل لانه عندي حاله امبالانس، بالنيجاتيف راح تكون باتجاه معاكس. هنا جاي يحكي انه يقول انه الكومبوننت مالتهم حللناها الى في اي 1 وفي بي 2 وال التورك متولد بال البوزيتيف سيكونس راح يكون عكس النيجاتيف سيكونس، فراح يكون المحصله مالتهم حاصل طرح مالتهم. الايكوفلنت سيركت، عندي الايكوفلنت سيركت بالبالانس كانت عندي دائره واحده اللي هي في اي، راح اقول قلنا يقول اي اي او اي 1 واي 2 داش. هنا راح نقول في اي 1 مو في اي او V1، هنا نقول V1 عفوا، هنا انا I1 وهنا I2 داش. هنا راح نقول VA1، هنا I1 IA1، ليش 1؟ لان عندي 2. بالبوزيتيف سيكونس راح يكون عندي كلمة 1 والنيجاتيف راح يكون 2. فإذا VA1 راح يكون IA1
R1 زائد JX1، الدائرة راح يكون نفسه JXM R2 داش على S JX2 داش، فقط هنا أنا راح يكون IA1 وهنا I2، كنا نقول I2 داش 1 راح يصير عندي فقط، راح يختلف عندي بهالشكل هذا، هي التيارات والمفتية، هذه البوزيتيف سيكونس، بينما بالنيجاتيف سيكونس راح يكون عندي هنا VA1 هاي VA2، وهنا IA2 R1 JX1 يبقى JXM والR2 داش، هنا أنا بالنيجاتيف كنا هناك نقول S هي ناقص S لأن عكس الاتجاه، إنه عندي هنا S هنا عندي 2 ناقص S معناته عندي عكس الاتجاه، إنه هذا نسلب البوزيتيف هذا البالانس وهذا البوزيتيف وهذا النيجاتيف، إن شاء الله ما راح أرسمها أقول أجيكم شو راح جت الدنيا، هسه راح نبينها هنا. عندي البوزيتيف سيكونس نسلب NS السرعة بال سايكرونس ناقص سرعة الروتر على ان اس، هاي بالنسبة للبوزيتيف. بالنسبة للنيجاتيف راح يكون عندي بما انه عكس الاتجاه نسلب مالته، راح يكون عندي ان اس زائد ان على ان اس، هاي بالنسبة للنيجاتيف سيكونس، لانه بالنيجاتيف راح يكون اتجاه دوران بالعكس، فراح يكون عندي موجب. اذا الاس 2 راح يكون عندي ان اس ناقص هذا الان، احسب من هذا الان ايش راح يكون؟ طرفين في وسطين، راح احسب الان من هذا من البوزيتيف، اجي اعوض بهاي المعادله، الان راح يكون قيمته ان اس ناقص اس في الان اس، فمن عوضت وبسط راح يكون عندي 2 ان اس ناقص اس في الان اس على ان اس، اختصرتها فالاسلوب بالنيجاتيف سيكونس راح يكون عندي 2 ناقص اس، بينما بالبوزيتيف نسميه اس، لذلك انه دائره البوزيتيف نفس الدائره، طبعا نفس القيم، هنا فقط اس هنا راح يكون عندي 2 ناقص اس، وهنا التسميات راح يكون عندي IA1 هنا IA2 هنا I2 1 I2 داش 1 I2 داش 2 هنا راح يكون عندي VA1 هاي VA2، هذا بالنسبة لدائرة البوزيتيف وبالنسبة لدائرة النيجاتيف. راح نشوف بالبوزيتيف فقط راح يصير عندي بما انه غير كنا البوزيتيف كانما حالة البالانس، فقط ال V كنا نقول ال V1 هنا راح يكون عندي VA وهنا راح يختلف قيمة التيار. السليب نفسه بالنيجاتيف راح يكون عندي لا يختلف عندي 2 هنا السليب يختلف وهنا I1 ال VA2 راح يصير مو VA1. إذا بالبوزيتيف راح يكون عندي هاي الدائرة مالتي هذا R1 زائد JX1 هذا Z1 وال Z2 راح يكون عندي R2 داش على S JX2 داش. هسه واحد يقول إنه كانت عندي R0 ليش اختصرناها؟ بالسؤال بالبالانس كانت عندي R0 صرناها للسهولة، حتى أنا ممكن بسؤال أنطيك إياها نفسه أو أنا أيضا حتى ببعض الأحيان أنطي هذه أعتبرها قيمتها يعني أوبن سيركت، يعني ما هذه ماكو أو أقول الميوتشوال قيمتها أهملها، فراح يكون عندي هذا الجزء ما موجود، فقط عندي كلمة سيريز هذا الجزء، أو مرات أهمل إكس إم أو أقول لك الآر نوت أهملها. فهنا أنا فقط جي إكس إم للسهولة، او تاخذ اكثر من حاله مو للسهوله وانما اخذ اكثر من حاله حتى ممكن اجيب بالامتحان اي قيمه ممكن اجيبها لك. فبالبوزيتيف راح يكون عندي زد فيز الاولى راح يكون عندي R1 JX1 زائد هذه R2 داش على S زائد JX2 داش في JXM على مجموعها، راح يصير عندي R1 زائد JX1 زائد JXM في R2 داش على S داش زائد جي اكس 2 داش، وهنا جي اكس ام زائد ار 2 داش على اس زائد جي اكس 2 داش. بما انه حسبت الزد فيز اذا الاي اي 1 الفي اي 1 على الزد كليه زد فيز، الاي 2 داش 1 راح يكون ايضا عندي الاي اي 1 في مجزئ التيار اللي هو اللي ما يمر بها جي اكس ام على جي اكس ام زائد ار 2 داش زائد جي اكس 2 داش. اذا عندي البي جي نفس القوانين 1 بي جي 1 راح يكون عندي 2 في اي 2 1 داش سكوير في ار 2 داش على اس، التورك راح يكون عندي نسميه بي جي 1 على اوميجا اس بي جي 1 على 2 في باي في ان اس على 60. بالنسبه للنيجاتيف النيجاتيف راح يختلف عندي ان بي اي 2 اي 2 اي 2 داش 2 وهنا أنا بدل اس راح يصير عندي 2 ناقص اس. الزد في اس ايضا نفس الشيء هذه
هذني توازي، هذا البراند ويا هذا البراند توازي زائد هذا توالي حسب الزد فيز. اي اي راح يكون عندي في اي 2 على زد فيز 2، اي 2 داش اي 1 مجزئ التيار، هنا راح يكون عندي 2 ناقص اس. البي جي 2 راح يكون عندي 2 في اي 2 داش سكوير ار 2 داش 2 ناقص اس، هنا خلينا نقول اس، هنا نقول 2 ناقص اس. التورك الثاني اللي هي تورك 2 راح يكون عندي بي جي 2 على اوميجا اس، التورك الكلي راح يكون عندي تورك 1 ناقص تورك 2. اذا هسه الانبوت باور مالت الروتر ايش راح يكون؟ الانبوت مالت الفيز اي، الانبوت مالت الفيز بي، اذا راح يكون عندي في اي في اي اي في كوساين فاي اي، بي بي في اي بي في كوساين فاي بي، اذا هاي في اي وهذا اي اي بيناتهم زاوية. وبي بي هذه وهي اي بي بيناتهم زاوية، واصلا الفي اي والفي بي بيناتهم زاوية. اذا الاوتبوت باور راح يكون عندي الاوميجا في التورك، الافشنسي اوتبوت باور في انبوت باور، هذه الافشنسي في حالة الانبالانس، هذه حالة بالانس، اخذنا حالة بالانس وانبالانس. ان شاء الله بالمحاضرة القادمة ناخذ الشيت وبعدها ناخذ عدة حالات في هذا